أعزائي أحبتي متابعي وكالة صدى الرياضة الكرام، أيضا الآن معي نجم من نجوم الكرة السورية، معي الكابتن كروم. كروم مرحبا. كروم، مباراة قوية ستجمعكم أمام فريق بوابة دمشق، فريق بوابة دمشق أيضا فريق مدجج بنجوم دوري إقليم الجزيرة لاعبي الصناديد. تحضيراتكم لمباراة اليوم؟ طبعا مثل ما تعرف الشباب فريق أفدار، يعني فريقنا الشباب كلياتهم يعني من خيرة اللعيبة، يعني طبعا نحن نحترم فريق الخصم، أكيد أي مباراة يعني ندخلها نحن نحترم فريق الخصم مين ما كان يعني، وإن شاء الله تكون مباراة ممتعة وتفرح الجماهير وأهم شيء ننبسط. كيف شفت ملعب فدنج، بطولات ملعب فدنج، هذا التواجد الثاني لك على أرض ملعب الشعب ملعب فدنج، كيف شفت بطولات ملعب فدنج من حيث التنظيم الإعلامي إلى آخره؟ لا يعني الحمد لله هون الأجواء، هون في رياضة، الأجواء الناس العالم، يعني ملعب فدنج ملعب له سمعته يعني أكيد، بس الحمد لله يعني الجماهير والأجواء حلوة كثير، يعني حتى التحكيم حتى الفرق يعني أجواء حلوة كثير. أتمنى لكم التوفيق. يا رب حبيبي.